تعتقد أننا سننال من قافلة أبي سفيان؟ أعتقد ذلك، فعددنا 300 والقافلة لا يتجاوز عددها 40 رجلا. انظر، إني أرى سعد بن معاذ حامل لواء الأنصار يهم بالتوقف وينزل عن راحلته ليركب المقداد. هذا اقتداء برسول الله، فهو كان يتناوب الركوب مع أبي لبابة وعلي بن أبي طالب، فقد عرض عليه أن يبقى راكبا وأن يمشي عنه، فقال لهما: ما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى من الأجر منكما. إنني خائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخواننا في الدين. كيف؟ لا أدري ماذا أقول، فهو فقط إحساس. فرسول الله خرج ومعه 300 رجل فقط. أراك نسيت أن قافلة أبي سفيان مكونة من 40 رجلا. سبب خوفي قريش. قريش؟ كيف؟ لو علمت قريش بأمر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم استرداد ما سلبوه منه وأصحابه، هل ستسكت قريش؟ أكيد ستسرع لقتال المسلمين. خوفك هذا مبني فقط على احتمال علم قريش بأمر خروج الرسول إلى قافلتهم. ولكن إذا علمت فهناك خطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. إن الله معهم، ثق بذلك. الله خير حافظا، اللهم احفظهم. قد حانت فرصتي للقضاء على دين محمد قبل أن ينتشر. وهل ستستطيع ذلك؟ لن أتركك يا محمد، فقد أعددت لك مفاجأة سيكون فيها هلاكك أنت ومن معك. يا قوم، يا أهل مكة، يا معشر قريش، يا معشر قريش. ألا تسمع يا أبا لهب؟ نعم يا أمية، إن الصوت يقترب، فلربما تعرفه يا عمرو بن هشام. أظنه صوت ضمضم يا أبا لهب. يا أهل مكة، يا معشر قريش، الغوث الغوث، أدركوا أموالكم، فلقد تعرض محمد وأصحابه لقافلة أبي سفيان. أيجرؤ محمد على التعرض لقافلتنا وأموالنا؟ لا وحق اللات والعزة، لن تضيع كرامتنا أبدا، فالويل كل الويل لك يا محمد. ها هي قريش تستعد لحرب محمد، لأجعلنه يقابل قريشا كلها وهو قليل العتاد، فيهزمونه وأصحابه شر هزيمة، وربما يقتلونه. ولكن يا مولاي إبليس، الخوف كل الخوف من هبوط عزيمتهم عندما ينتابهم الشك في أن تغير عليهم قبائل بني بكر أثناء حربهم مع محمد، فأنت تعلم العداوة التي بينهم وبين قريش. يا غبي، كيف يحدث هذا وأنا موجود؟ فإذا هبطت عزيمتهم فأنا كفيل بأن أجعلها تشتد وتشتد حتى تصبح مثل النار المحرقة. فلنعد عدتنا للخروج للثأر. أما عني فإني لو لاقيت محمدا وأصحابه فسيحرصون على قتلي. يا عاصي ابن هشام، لي دين عندك 4000 درهم، اذهب وقاتل عني وكأنك رددتها. ها هو أحد سادتنا قد تخلف عن الخروج، فماذا أنت صانع يا أمية بن خلف؟ أنا؟ هل ستتخلف كالنساء؟ خسئت يا رجل، إنني خارج معهم بالطبع، ولكن أليس من الأفضل أن نتروى في هذه الحرب؟ فأنتم تعلمون ما بيننا وبين بني بكر من عداوة، وأخاف أن نخرج للحرب فتضربنا من الخلف فنكون بين نارين. أنا أجيركم. أنا سراقة بن مالك من أشراف بني كنانة، وإني قادر على إجارتكم وعونكم،
فهيا إلى الحرب ولا تتراجعوا أبدا أبدا. لقد نجونا من محمد وأتباعه. نعم، فلولا تحذير مجدي بن عمرو لكنا اتجهنا إلى بدر. ولولا ذكائي أيضا أيها الرجل. بالطبع يا أبا سفيان، فقد حولت وجهتنا إلى الساحل تاركين الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر، وبهذا نجونا. لا أحد يستطيع المكر بأبي سفيان. هذا صحيح بالفعل، ولكن أخشى أن تكون قريش قد أعدت العدة لحرب محمد. اطمئن، فلقد أرسلت إليهم من يخبرهم بنجاتنا. مسعود، أعلمت ما حدث؟ ماذا حدث يا زيد؟ لقد عاد أبو لبابة بن عبد المنذر، فلقد أرسله رسول الله ليتولى زمام الأمور في المدينة. وهل أخبرك أبو لبابة السبب؟ أبو لبابة لم يخبرني شيئا، لا بد من حدوث شيء سيؤخر عودة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، فأراد أن يقيم على المدينة من يتولى أمورها. ولما؟ لا أدري، لعله خير. يا أشرف قريش، أعتقد أنه بعدما علمنا بنجاة قافلة أبي سفيان علينا الرجوع من حيث أتينا، وكفانا وكفاكم شر الحرب. ماذا تقول يا ابن شريق؟ والتي لن نرجع أبدا حتى نصل إلى بدر ونقيم بها ثلاثة، ولن نعود حتى تسمع بنا العرب، أليس كذلك يا أمية؟ أليس كذلك؟ بلى بلى، لقد أصبحنا على مشارف بدر، إن عدنا الآن فلن نستطيع رفع هامتنا أمام القبائل. أما أنا فسأعود ومعي بنو زهرة، فمن أراد منكم العودة فليأتي معي. ماذا تفعلون؟ انتظروا انتظروا أيها الحمقى. دعك منهم، فعددنا بلغ 1000 رجل، ولن نعود حتى نشفي غليلنا من المسلمين جميعاً.